السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو القصير إن شاء الله حنتطرق إلى create assignment. هنا واجب بيتي. هنا راح نتطرق إلى أمور إن شاء الله تكون مفيدة لكم، مفيدة لكم كتدريسيين من درسون الطلاب، ومفيدة لكم كتدريسيين من تريدون من عندكم بحوث، تريدون عند كتابة البحوث الخاصة بكم. فأول شيء نروح له، نفتح الكلاس روم، نروح الكلاس وورك تاب، نضغط create ونضغط assignment. شنو معنى assignment؟ assignment يمن أنطي واجب بيتي، واجب بيتي واجب يومي أو أسبوعي أو شهري، لكن هذا الواجب اللي أنطي للطلاب احتمال بشغل، يعني مثلا راح يكتب لي تقرير، يكتب لي إنشاء، يكتب لي يشرح لي عن عملية من العمليات. راح هذا الواجب البيتي يتطلب اما كتابه او احتمال استخدام الاكسل اذا كان انت هندسه او رياضيات او اي اختصاص اخر يتطلب حسابات، احتمال يستخدم الاكسل، احتمال يستخدم الوورد حتى يطبع المادة اللي تريدها، واحتمال يستخدم البور تريده باوربوينت كبرزنتيشن. فهنا راح نستفاد من شنو؟ من شغلة الانتجريشن للجوجل اب ويا الكلاس وورك ويا الكلاس روم. فراح نشوف هسه شلون. هسه اول شيء نريد نسوي لازم نخلي عنوان، مثلا انا دائما استخدم هذه العناوين اللي هي مثلا اشرح الاسايمنت مالتنا حيكون اشرح عمل الجوجل فورم. هاي مجرد هو سؤال هيك من عندي. هنا بالديسكربشن، هاي طبعا بالتايتل كتبنا اشرح عمل كيفية عمل مثلا في احنا في مجال الطب البيطري، مثلا تريد تقول له اشرح لي الباثوجينيسيس مثلا في الامراضيه لهذا المرض، اشرح لي احد العمليات الايضيه مثلا انت تريد عندك حسب السؤال اللي موجود عندك. هنا قلنا للسؤال description، هنا أنا بالانستراكشن او الانستراكشن هي اوبشنال، بس انت اذا تريد تكتب انستراكشن مثلا تقول له اريد الشرح لا يتجاوز عن صفحه واحده. شلون من نكتب البحوث موجوده احد الشروط اللي هي لازم ما تتجاوز 250 كلمه. مثلا تكتب الشروط اللي تحتاجها، مثلا تقول له مسموح لك الاستنساخ من الانترنت لو لا، الاستلال ايش قد نسبه الاستلال المسموحه ونسبه الاستلال غير المسموحه، السرقه العلميه، هاي كلها تقدر تحددها انت هنا بالانستركشن، تخلي الشروط اللي انت تقدر عليها، تقدر تخلي له هنا عندنا هاي الربرك، تقدر تخلي جزء من الربرك موجود بالانستركشن ايضا، اللي مثلا تقول له يابا ان ترى اني راح احاسبك هكذا راح يكون الحساب على طول الكتابه، كمي على كميتها انا حاعطيك كذا درجه، على نوعية المقدمة كذا درجة، على نوعية كذا كذا درجة، إذا ذكر لي فلان معلومة كذا درجة، فهاي كلها تشرحها وين بالإنستراكشن. نجي على الشيء المهم اللي هو شلون يصير انتجريشن اللي هو سينكرونايزيشن بين الجوجل أبس وبين هذا اللي هو الجوجل كلاس روم أسايمنت. نسوي كرييت. من راح أضغط كرييت هنا شوف الخيار اللي صارت عندي، الخيارات اللي هي جوجل دوكيمنت، جوجل سلايد، جوجل شيت، دروينج، فورم، هذني كلهن اخذناهن احنا وين يما شرحنا بالدرس الاول اللي هو الجيميل ابلكيشن، تطبيقات الجيميل. ليش شرحناهن بالبدايه؟ لان اني من كلهن احتمال نحتاجهن بهذا الموضوع اللي يعتبره جزء جدا مهم لان يفيدنا كتدريسين ليس فقط يعني ويا الطلبه. من نجي مثلا هسه انا الواجب مالتي مكتوب بي اشرح، انا اريد طالب يشرح لي مثلا صفحه واحده حول كيفيه عمل الجوجل فورم. راح اجي اسوي؟ اختار دوك. شوف ايش راح يصير. راح يصير جوجل دوكيمنت كرييتد المن هاي الجوجل دوكيمنت، شوفها انتايتلد دوكيمنت انفتحت هنا موجودة
اللي هي الطالب هاي جاهزة للطالب يقدر يكتب بيها، هنا أنا موجودة ويقدر يكتب، هنا أنا هيك شي يريد يكتب. تقدر أنت همين تكتب له هنا، أنا مثلا راح أكتب له السؤال مرة ثانية حتى للتوضيح إنه أريدك تكتب هنا، اشرح كيفية عمل جوجل فورم. اشرح كيفية عمل جوجل فورم. هنا أنا مش راح أسوي، راح أضغط هنا، بعدها هي انتهيت من عندها، ايش راح أسوي؟ راح أغلق هذه الصفحة لأن ما أحتاجها. شوف أنا أتأكد هنا علامة الصح موجودة، معناته كل changes saved. أضغط هنا، خلصت. هسه هنا أنا موجودة، هذه هي الجوجل دوكيمنت، هذا السؤال، هذا الجوجل دوكيمنت. هنا أنا هذه مهمة، ليش هذه مهمة؟ لأن هنا من أفتح القائمة المنسدلة، شوف هنا student can view file، student can edit file, make a copy for each student. شنو الاختلافات بيناتهم؟ student can view the file، مثلا أنا هنا هذا الفايل اللي هنا سويته أريد الطالب فقط يشوفه، ما يقدر يكتب عليه. ليش؟ مثلا أنا خال الشرح كمثال وأقول له أريدك تسوي لي نفس هذا، فراح أقول student can view file only، فراح يقدر يسوي view للفايل، يشوف إيش أنا كاتب، لكن ما يقدر يطبع عليه. إذا أراد يطبع لازم يدز لي فايل آخر. الخيار الثاني student can edit file، مثل ما أنا سويت هسه، كتبت السطر الأول اللي هو السؤال، والطالب يقدر يشتغل عليه ويضيف، يقدر يمسح ويضيف، يقدر يسوي هو كل الشغلات اللي يريدها. الخيار الأخير اللي هو المهم make a copy for each student، هذا اللي هو أريد أركز عليه هنا. لما نضغط make a copy for each student، هنا كل طالب راح يفتح هذا السؤال، يجاوب عليه، الإجابة مالته راح تكون منفصلة عن بقية الطلاب. بقية الطلاب ما يقدر يشوفون الإجابة، فقط أنا التدريسي والتدريسيين الشركاء وياي بهذا الكلاس راح نقدر نشوف هذا ال راح نقدر نشوف الحل مال هذا الطالب. هنا شنو الحلو بالموضوع؟ إنه مثلا أنا هسه عندي كم، مثلا راح نجربها إن شاء الله بالأونلاين، باللقاء الأونلاين، راح نشوف إنه مثلا راح أعطيكم سؤال، راح تحلون هذا السؤال، كل طالب أو كل واحد من عندكم راح يسوي سبميت إجابة مختلفة، وهاي الإجابة راح أني أشوفها هنا منفصلة، كل طالب له إجابته الخاصة. هسه هم أشوف لكم إياها إن شاء الله. من أسوي make a copy for each student، راح أش عندي بعد شغلة ثانية. هسه أجي هذا السيتنج المهم اللي سويته حتى تكون إجابة الطلاب، كل طالب يجاوب على صفحة موحدة، كل طالب راح تكون إله النسخة الخاصة به اللي يشتغل عليها، هذا واحد. هسه نجي على هنا شنو هن عندنا الإعدادات، هاي كلها نفس الإعدادات اللي مرينا بها سابقا، اللي هنا تقدر تسوي هذا الكلاس، تسوي هذا الأسايمنت عدة كلاسات أو كلاس واحد. هسه أنا أريد بس الكلاس واحد، تريد لكل الطلاب. هسه انا من راح اضغط هنا، عندي فقط 3 طلاب، طبعا هذول اساتذتنا المشكورين انه قبلوا انه اضيفهم كطلاب لهذا الكلاس، انه حتى للتدريب فقط. مثلا انا اريد كل الطلاب ياخذون هذا الامتحان، لو اريد فقط، مثلا اريد فقط دكتور عمر، اريد فقط دكتور عمر ودكتوره زينب ياخذون هذا الامتحان، اريد دكتوره زينب اسماعيل ما تاخذ هذا الامتحان مثلا. فانا اذا هنا اذا اسوي اساين، راح هذا الاسايمنت راح يروح فقط الطالبين اللي هم عمر وزينب. لكن اذا اريد كل الطلاب راح اضغط هنا راح all student. نيجي على البوينت، البوينت هنا ايش قد نحدد عليها، انت ايش قد خلي لها درجات. مثلا تقدر تكتب هنا ungraded، او تقدر تكتب مثلا علي هذا علي 10 درجات. مثلا الديو ديت، هنا نتحدد الديو ديت، أنا مجرد هيك دا أحدد، لأن هذا هو كوز هذا assignment تجريبي. التوبيك راح نختار توبيك اللي هو اشرح كيفية عمل جوجل فورم، راح يكون من ضمن الجوجل أبس، فراح أخليه ضمن الجوجل أبس توبيك. نجي هنا ربريك، ما عندي ربريك حاليا،
هذه الشغلة المهمة اللي راح أحكي عنها حالي الآن هي اللي تفيدنا من نصحح هنا تشيك بلجرزم الأورجيناليتي. هذا هنا حاليا تفعل، في العام الماضي كان ما متفعل هذا الخيار، لكن في هذا العام تفعل هذا الخيار لأن الوزارة زيدت الباند مال جوجل سيوت، فصار هذا available لمن للجوجل كلاس روم اسايمنت. شنو معنى هذا؟ معناته فحص استلال، راح الجوجل كلاس روم يسوي لي فحص للاستلال للاصاله مال هذا الامتحان او لهذا الهوم ورك. فهنا من نسوي تشيك بلاجرزم، شوف راح يطلع لي شنو، 5 اسايمنت with originality report left. يعني اني من حقي هنا الكل كلاس، لازم تخلوها ببالكم هاي مهمه، الكل كلاس اللي حق فقط 6 مرات اسوي بلاجرزم تيست، اللي حق افحص الاستلال فقط 6 مرات. يعني ما تقدر تطبق هاي العمليه اكثر من 6 مرات بالكلاس. ليش؟ لان هذا الباكج اللي مشترينه يعطيناه الوزاره بفقط 6 مرات، مثل ما تشتري انت سعه خزنيه، الوزارة مثلا اشترت لنا انليمتد، في بعض الشركات او المؤسسات التعليمية الاخرى مثلا انهم حد فقط مثلا 100 جيجا بايت. هنا هم نفس الشيء، السعة اللي مطيت لنا الجوجل لهذا الاكونت مالتنا 6، فانا راح استخدم 5، راح يبقى ايش قد حستخدم 1، يبقى فقط 5 للمرات الجاية. يعني من حقي اسوي خلال الكورس فقط 6 أو 5 اسايمنت. راح اقول لك كونتينيو، راح هذا هسه هنا يفحص لنا البلاجرزم. راح اجي اسوي هنا اساين، لو اسوي سيف از ديفولت، سيف از ديفولت. لو اقول سكجول، اسوي له سكجول مثلا بيا يوم، مثلا اريده يا يوم، اريده يوم 8 بالشهر ينزل الساعه 8، نقول له سكجول.